الإصحاح الخمستاشر. إحنا كنا خلصنا الأربعتاشر وعرفنا في الإصحاح اللي فات إن مجمع السنهدرين ابتدى يحاكم السيد المسيح، وكان مجمع السنهدرين بيمثل الشعب كله قدام الرومان. ليه؟ لأن الرومان كانت هي الفئة الحاكمة في هذا التوقيت للدولة اليهودية، وكان المجمع بتاع السنهدرين دوت كان بيتكون من 71 موجودين، بس في على رأسهم الكبير بتاعهم اللي هو الايه؟ رئيس الايه؟ رئيس الكهنة. طيب والسبعين دول عبارة عن ايه؟ كهنة. دول بيمثلوا مين؟ بيمثلوا اللي سندوا موسى في معونته للشعب كله لما كانوا في البرية، لكن الوحيد اللي فيهم الكبير بتاعهم ده رئيس الايه؟ رئيس الكهنة. رئيس الكهنة. واجتمعوا طول الليل علشان يحكموا السيد المسيح. ده الإصحاح اللي فات. وقضى المسيح الليل كله في محاكمة باطلة. ليه؟ لأن مفيش أي محكمة تنعقد ليلا، لكن دي كانت محاكمة دينية وليست محاكمة عادية. ليه؟ لأنها كانت ليلية. سمعنا قبل كده إن في قضية بيتحكم فيها كانت بالليل؟ مفيش. لكن فضل المسيح طول الليل يحتمل الإهانات من الكهنة والاتهامات اللي كانت محطوطة على كتفه، كانت محطوطة كتير. وفي الآخر خالص استقر الأمر من الجماعة، جماعة السنهدرين كلهم بإجماع إنهم إن السيد المسيح يتسلم لمين؟ لبيلاطس، ويقتلوه. ده اللي احنا خدناه في الإصحاح اللي فات. الإصحاح بتاعنا المرة دي كان الأول 14 اسمه الإعداد للإيه؟ للصليب. لكن الإصحاح ده اسمه صلب يسوع. الإصحاح ده تبدأ المحاكمة وهو إيه؟ صامت ساكت. ويبان الكلام ده يقول كده: وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. يعني يدوبك عدى ساعات قليلة جدا من الليل اجتمع السنهدرين مرة تانية، هم عايزين يخلصوا منه بأي طريقة. اجتمعوا مع بعض ليه؟ علشان يثبتوا الاتهامات بتاعتهم والحكم عليه اللي اتهموا بيها اثناء الليل، يثبتوها عند مين؟ عند بيلاطس. طيب هم ما نفذوش ليه الحكم؟ لانهم ما يقدروش، لانهم ما عندهمش سلطه تنفيذيه. لكن مين السلطة التنفيذية؟ للراجل اللي اسمه بيلاطس، ده الحاكم بتاع يهوذا، بتاع اليهود اللي قاعد هناك، ده الحاكم.
فهو السلطة التنفيذية للإيه؟ للحكم. في سلطة تشريعية، في سلطة قضائية، لكن في سلطة تنفيذية. الموكل للتنفيذ هو بيلاطس. فابتدت عينيهم تكلم بيلاطس ويعرضوا القضية بتاعتهم ليه. امتى؟ يقول لي في الصباح، وللوقت في الصباح. فامتى بقى المحكمة بتتعمل في الوقت دوت؟ كانت كل المحاكم بتتعمل الصبح بدري. شغلة الراجل اللي بينفذ القوانين امتى؟ في الصبح بدري. ده عمل الراجل الروماني. والمحاكم القانونية الرومانية دايما كلها بتنعقد امتى؟ في الصبح. علشان كده يقول وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة. وفي الآخر خالص لما تشاوروا مع بعض هنسلموا لمين؟ لبلاطس. بلاطس ده شخصية هم عارفينه كويس قوي. خدوا بالكم، وهو عارفهم كويس قوي. مش كل حاجة هم بيقولوها هو بيصدقها، لأن عارف النوايا بتاعتهم. والتاريخ بيتكلم عن شخصية بيلاطس بيقول كده إنه هو ما كانش بيحب اليهود، لأنهم بالنسبة له كذابين، وهو كان بيعتبرهم إنهم ناس متمردين وعنيدين. هو بيعتبرهم كده ليه؟ من حكم إنه هو قاعد معاهم بقاله وقت طويل، فهو قدر يكتشف الشخصيات اللي موجودة، وخصوصا مين؟ القادة بتاعة الكهنة اللي هو مجمع السنهدرين. فهو كشفهم كويس قوي. فلما بيقدموا له شخص الكهنة علشان يتحاكم، الكهنة بالذات لما يقدموا شخص يبقى فيه حاجة في إيه؟ في دماغهم هم، في حاجة في النوايا بتاعتهم هم. مش علشان الشخص دوت عمل حاجة صعبة، لا. فكان دايما هو بيشتبه إن فيه ورا الموضوع شيء خفي. دايما كان بيفكر كده، طالما الأمر جاي من عند الكهنة يبقى هم في حاجة خفية هم مش قادرين يعلنوها ليا. يعني معنى كده ان الراجل دوت ايه؟ عارف الايه؟ الناس دي كويس قوي. عارف بيفكروا ازاي. هو مش مؤمن بيهم. ليه؟ لانه هو اصلا ملهوش دعوة باليهودية. هو راجل ايه؟ بيعبد اوثان. اوثان. والتاريخ بيقول ان بيلاطس ده كان شخص قاسي جدا. كان قاسي جدا، ما بيرحمش حد. عشان كده لما راحوا له وهم عارفين ان هو اكيد هيحكم على المسيح بالموت، وهم متأكدين من الكلام ده لأن هم عارفين هيدخلوا له ازاي. زي ما احنا بنقول من أين تؤكل الايه؟ الكتف. هم أذكياء جدا، يعرفوا يوقعوك في الغلط ويطلعوا هم منها. ينفعوا يحطوا قدامك فخ كبير يوقعوك فيه، لكن على مين؟ مش على مين؟ مش على بيلاطس، لا. علشان كده يقول ايه؟ فسأله ايه؟ بيلاطس.
يسألوا بيلاطس أنت لما يجيبوه قدامه. طبعا المحكمة بتنعقد والمحكوم عليه أو المتهم بيفضل قاعد مستني دخول الهيئة بتاعة المحكمة. وقعدوا يفكروا الجماعة دول اليهود قبل ما يدخل بيلاطس، احنا هنقول له ايه؟ هنتكلم معاه ازاي؟ انا متهيألي كانوا بيقعدوا طول الليل بيتشاوروا مع بعض ازاي نتكلم قدام بيلاطس، نقول له ايه؟ فابتدوا يقدموا له أدلة يعني تؤكد على ان يسوع هو متهم، بس بطريقة ايه؟ طريقة ذكية. عرفوا القادة اليهود لو جابوا المسيح وحطوه قدام بيلاطس وقالوا له ده بيدعي انه هو إله، هيسألهم بيلاطس وإيه يعني؟ صح؟ هيسألهم وإيه يعني؟ ما العبادة الرومانية كلها عبارة عن آلهة، وآلهة متغيرة، وإحنا بنعمل ده، فهيعمل إيه أول حاجة؟ قال لهم براءة، طلعوه. لكن الذكاء هنا لا، أدور على حاجة أتهم بيها الشخص للمحكمة تقدر تدينه. فابتدوا يقولوا ايه الموضوع بقى؟ لازم نعرض عليه الامر بطريقه هو يقبلها ويعتبرها دي يعني دي تستحق العقاب والموت. نقول له ايه؟ نجيب الموضوع على اساس ان المسيح ده بيعتبر نفسه ان هو ملك، يعني بيلغي مين؟ بيلغي بيلاطس وبيلغي الرئيس بتاع القيصر بتاعه. فدي تهمة ايه؟ تهمة سياسية ايه؟ كبير. هما فكروا كده، فراحوا قالوا له أدهوا قدامك وسلموا لبيلاطس، وقالوا لبيلاطس الكلام دي. الاتهامات ايه؟ قالوا له الكلام ده. عشان كده أول سؤال بيقول فسأله ايه؟ بيلاطس. فسأله بيلاطس أنت ملك؟ أأنت ملك اليهود؟ أأنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له أنت إيه؟ أنت تقول. طيب كده يعني المسيح بيسأله، ما قالوش إيه؟ أنا ملك اليهود، لكن قال له إيه؟ أنت اللي بتقول، أنت اللي بتقول ملك اليهود. ودي حكمة في الإيه؟ حكمة في الرد، حكمة في الرد. وهم ما كانوش متوقعين إن السيد المسيح عنده الحكمة لرد الرد على سؤال زي ده. فهو هنا قدر يقنع الراجل اللي قدامه ان هو مش مذنب ولا خاين للبلاد ولا معارض لقيصر ولا اي حاجه. فالراجل ابتدى يبص له كده ويقول له يعني مش انت؟ قال له انت ايه؟ قلت. لكن خدوا بالكم من الموقف ده، أثر في مين؟ في الكهنة. ليه؟ لأن كده شافوا المسيح على أبواب إنه يطلع من الإيه؟ من المشكلة، يطلع من الاتهامات. علشان كده يقول الكتاب كده وكان رؤساء الكهنة يشتكون علي إيه؟ كثيرا، يعني دخلوا في الموضوع واتكلموا كتير وابتدوا يقدموا اتهامات كتير، سواء بقى يعني بالزور وبالكذب، ده ما همهمش. خدوا بالكم ان كانت في ناس كتير حضر المحاكمه. علشان كده منظر القاده الدينيين
منظر السنهدرين كانت الناس بتبص كده ليهم بتقول انتوا بتعملوا كده بتقولوا كده ليه؟ الراجل ما قالش الكلام ده. في حاجات كتير انتوا بتقولوها غلط. يبقى اصبح المنظر العام ورؤيه الناس للكهنه ومجلس السنهدرين بدل ما كان هو فوق بقى ايه؟ تحت. هو ما همهمش ده. المهم المسيح بالنسبه لهم يموت. فسالوا بيلاطس. فسأله بيلاطس ايضا قائلا اما تجيب بشيء؟ انت مش عايز تتكلم؟ انظر كم يشهدون عليك. كلهم بيشهدوا عليك كتير. فلم يجب يسوع ايضا بشيء وما اتكلمش حتى تعجب بيلاطس. ما شافش حد ما بيدافعش عن نفسه. أمام كتر الشكاوى بتاعة الكهنة عرض عليه بيلاطس إنه يقول له قدامك فرصة، قدامك فرصة، دافع عن نفسك، ما تقفش ساكت، أنا بديلك وقت تدافع عن نفسك. كان من حق أي واحد يقف قدام أي محكمة إنه يدافع عن نفسه. قدامه فرصة وبيدي بيلاطس فرصة للمسيح يدافع عن نفسه. خدوا بالكم ان القاضي بيلاطس كان رحيم جدا مع مين؟ مع المسيح. هو عليه تنفيذ حكمه بس، لكن كون ان هو يديله فرصة انك تدافع عن نفسك، يعني الرجل دوت بيترأف معاه. وكان متوقع ان هو ممكن يقول كلام ايه؟ كتير، كلام كتير يدافع عن نفسه، يقول ايه هو اللي عمله، ايه هو اللي قاله. كان ممكن المسيح يطلع من الموضوع بسرعة بسرعة. كان ممكن المسيح يقول المعجزات اللي اتعملت. كان ممكن يسوع يتكلم ويقول الأحاديث اللي هو قالها. كان ممكن يقول حاجات كتير قوي يطلع نفسه براءة، لكنه فضل الإيه؟ فضل إنه يسكت. فضل إنه يسكت. ليه؟ ليه فضلت إنك تسكت؟ لأن أولا أتم النبوة قالت في سفر أشعياء كشاة. أيوة، رايحة للإيه؟ للذبح. لكنه لم يفتح فاه، لم يفتح فاه، كشاة سيق إلى الذبح. رايح الذبح وهو مش إيه؟ قافل، قافل تماما، ما بيتكلمش. أولا كان مهم قوي تتميم النبوات، والمسيح بيتمم النبوات كلها اللي اتقالت عنه في العهد القديم. ولحظة بلحظة كان بيتمم كل نبوة. سكوته كان مهم برضه. دافع عن نفسك؟ لا، كان سكوته مهم. ليه؟ النقطة الأخيرة عشان يتمم عمل الفداء. هو جاي وكل الخطوات اللي فاتت دي كلها كانت طريق للنهاية. ايه هي النهاية؟ اني يتمم عمل الصليب. سكوته، سكوته ليهوذا ده اللي برضو يتمم عمل الصليب، يتمم عمل الصليب. لكن الحقيقة قالت إن هو لم يفتح إيه؟ فاه. بعد كده يقول لي إيه؟ وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدا
أسيرا إيه؟ واحدا. مين اللي كان؟ باراباس. فهو عاوز يعلن إنه هو كان الحكم بتاعه مش بناء على نفسه، بناء على رغبة الإيه؟ الناس اللي قدامه. ومين الناس اللي قدامه أكتر؟ اللي هم اليهود المتطرفين ومعهم مجلس السنهدرين. بس عشان كده يقول وكان يطلق لهم كل ايه في كل عيد اسير. هو يقصد عيد مين؟ عيد الفصح، لان ده كان توقيت الايه؟ عيد الفصح. بيطلق ليهم واحد اسير اللي هم يطلبوه، مش اللي هو ايه يحطه، لكن اللي هم يطلبوه. دي كانت عادة موجودة عندهم، موجودة عند الناس اللي هي بتحكم في أي قضية قريبة من عيد الفصح، إنهم يحط قدامهم اتنين، واحد متهم وواحد تاني. أسيب لكم مين؟ طبعا ممكن يكون اللي هيسيبه ده ممكن يكون مجرم، وده اللي هيحصل. علشان كده يجي بعد كده ويقول لي ايه؟ وكان المسمى مين؟ باراباس، موثوقا مع رفقائه في الفتنه، الذين في الفتنه فعلوا قتلا. خدتوا بالكم من الكلام ده؟ كان في واحد اسمه باراباس، وباراباس ده كان متأيد مع حبه من الرفقاء بتوعه. في ايه؟ في عمل قتل، لان الرفقاء دول او الشله دول او العصابه دول كانت مجرمين بيقتلوا الناس، وكانوا بيحملوا خناجر كتير، وعلى ايامنا دول لو موجودين مش هيمسكوا خناجر. اسمها ايه السكين الكبيره؟ سيوف او سنك، سنجة، يمسكوا سنك كتير قدام الناس. يعني دول كانوا في منتهى الاجرام. عارفين يعني ايه في منتهى الاجرام؟ يكون ماشي ومعاه سنجة تحت هدومه ويطلعها وقت اللزوم. دي ناس ما تستاهلش انها تعيش، دي ناس يعني انهم يتقتلوا بصراحه ويخلص المجتمع منهم. وكان المسمى باراباس موثوقا مع رفاقه في الفتنه، الذين في الفتنه فعلوا ايه؟ قتلا. فصرخ الجمع وابتدأ يطلبون ان يفعل كما كان دائما يفعل لهم. يعني اعمل لنا اللي انت ايه متعود تعمله معانا، ان في واحد لابد انهم ايه ان هو يطلق. لأنه عرف أن رؤساء الكهنة قد أسلموه. أسلموه إيه؟ هو الموضوع كان فيه إن من الأول، الموضوع كان بالنسبة لبلاطس عارفين أنه هو رجل قوي، لكن عارفين أن بلاطس مش إنسان عادي. علشان كده هم بصوا كده وقالوا لي الحكاية كلها والرواية كلها، لكن أنا عارفكم، أنا كشفكم، أنتم أكيد مخزنين للرجل ده حاجة، أكيد الرجل ده مش بتحبوه، أكيد الرجل دوت بيقدم حاجة أنتم مش بتقدموها. يعني أنتم نتيجة الحسد بتاعكم للرجل ده أكيد أنتم إيه جايبينه إيه ليه أنا. فبلاطس كان عنده رغبة إن يسيب يسوع، عنده رغبة لكده. ليه؟ لأنه كان حاسس بالظلم والغيرة بتاعت مين؟ الكهنة. والدليل على كده إن هو يقول كانوا قد أسلموه إيه؟ حسنا. هو عارف، هو كاشف الناس دي.
طيب يسكتوا الكهنة، لازم يصعدوا الأمور، لازم يطوروا من الأمر. يقول كده في العدد 11: فهيج رؤساء الكهنة الجمع، يعني كل الناس اللي موجودين، لكي يطلق لهم بالحري برباص. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم: فماذا تريدين أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ أعمل لكم إيه باللي أنتوا بتقولوا عليه ده ملك اليهود؟ طبعا هنا تهييج الكهنة والرؤساء الكهنة والمجمع كله، ده كان لأمر إيه؟ أمر إيه؟ الصلب، عشان يتسلب. لأن اللي زي برباص ده لما بيسجن ويرسكوه دوت علشان يقدم للإيه؟ للصلب. خدوا بالكم إن العقاب بتاع المجرمين في الدولة الرومانية كان هو الصلب. يعني مش كون إن المسيح بس هو اللي اتصلب، لا، لكن كانت في ناس مصلوبين قبل كده كتير، بس اللي كانوا مصلوبين قبل كده لتطبيق قانون إيه عليهم، شريعة لازم تنفذ عليهم لأنهم مجرمين. يقول فصرخوا أيضا أسلوبه. فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمل؟ إيه هو الشر اللي هو ما عمل؟ يبقى واضح جدا ان الاتهامات اللي هم قدموها ما كانش كفيله انها تؤدي الى الموت. اتهامات باطله، اتهامات فيها غيره وحسد، لكن كان كل اللي قاعدين ما كانش في حتى واحد يقدر يقول كلمه في حق المسيح، لان المحاكمه دي مين اللي كانوا موجودين في جلسة المحاكمة؟ رؤساء الكهنة وقاعدين مجلس السنهدرين كله، وأجيب جايبين الناس اللي إيه؟ اللي تبعهم، اللي يأيدوهم، اللي يتكلموا ويعلوا إيه؟ صوتهم. ودوت الحقيقة اللي حصل. لما سكت بيلاطس وقال لهم أي شر عمل، يعني خلاص بقى هم شايفين إن الموضوع خلص. لكن يقول لي ايه؟ فازدادوا جدا ايه؟ صراخا. يعني زودوا العمليه، كتروا العمليه، عاوزين يشوشروا على دماغ الراجل اللي اسمه بيلاطس، يعني خلص نفسك بقى واحنا عايزين كده واسلبه. فازدادوا جدا صراخا واسلبه. فبيلاطس اذ كان يريد ان يعمل للجمع ما يرضيه، عاوز يعمل لهم حاجه ترضيهم، عمل ايه؟ اطلق لهم برباص واسلم يسوع بعدما جلاده ليصلب. خدوا بالكم ان هو سلموا ليهم، بس الاول لازم يعمل عمليه الايه؟ الجلد. والجلد دوت ما كانش عباره عن صوت يضربوا بيه بس، لا، ده صوت كانت فيه كور من العظم او من الحديد. كور، عارفين يعني ايه كور من العظم او من الحديد؟ يعني الضربه الواحده تنزل تعمل ايه؟ تقطع في الجلد، تقطع في الجلد. ده العقاب بتاع الرومان، يمكن يكون كان عقاب قاسي. فعاوز أقول إن العقاب بتاعهم كان بيتم مع أي شخص مجرم، مش مع شخص واحد، لكن أي شخص مجرم كان بيتم معاه الجلد ده، وبعد كده يتمموا عملية الصلب. وخدوا بالكم في عملية الجلد، مش مجرد جلدة واحدة، لكن عدة جلدات. يعني الجسم يتهرق، يعني الجسم يحصل له ايه؟ قطع، يتكسر،
يتكسر. العظام يحصل لها ايه مع كل صوت؟ تتكسر. كم المعاناة اللي عنها المسيح كانت قوية، لكن المعاناة النفسية كانت أكتر من المعاناة الجسدية، والمعاناة النفسية بتهد أكتر من المعاناة الجسدية. علشان كده إبليس لما يجي يهجم على حد يقدر يتحمل جسديا، يقول له لا أنا معايا السلاح التاني، أنا معايا الإيه؟ الناحية النفسية، أحاربك نفسيا. ولما تتحارب نفسيا أكتر بكتير لما تتحارب إيه؟ جسديا. جسديا أنت عارف حتى لو حصل لك حاجة هتموت وتنتقل، لكن نفسيا دي يهد كيانك وممكن تفقد رقائك على الأرض. لكن المعاناة اللي عانها المسيح كانت معاناة نفسية أكتر ما هي جسدية. علشان كده كمان كملوا المعاناة النفسية بإيه؟ باستهزاء الإيه؟ العسكر للسيد المسيح. يقول لي فمضى به العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية. بعد المحاكمة خدوه للمكان بتاع دار الولاية وجمعوا كل الكتيبة. يقصد بإيه وجمعوا كل الكتيبة؟ الكتيبة بتاعت العسكر، يعني مش عسكري واحد، دي الكتيبة دي عدد من الإيه؟ من العساكر الكبيرة جدا. اتجمعوا حوالين يسوع وألبسوه أرجوانا، رداء قرمزي. ده دلالة على إيه؟ استهزاء بيه. ليه؟ لأن الرداء دوت مش بيلبسه غير الراجل الملك القادر على دفع هذا الرداء، وهو كان رداء قرمزي. ألبسوه هذا الرداء. ولما لبسوه الرداء ابتدوا يقول له احنا لبسناك الرداء دوت لأني أنت إيه؟ ملك الإيه؟ اليهود. السلام يا ملك الإيه؟ اليهود. ألبسوه رداء الأرجوانية. طبعاً الرداء ده تلطخ بالإيه؟ بالدم. الملك تلطخ بالإيه؟ بالدم. مدلمين للناس اللي شهدوا عليه، للناس اللي وصلوه لكده. وضفروا إكليلا من الشوك ووضعوه عليه. يعني جابوا شوك، شوك، والشوك دوت بيكون مدبب. وطبعا وهم بيلبسوه التاج ده على أساس إن هو برضو إيه؟ ملك. لأن مين اللي بيلبس التاج؟ الملوك بس. فجابوه وراحوا مدخلوه في راسه. طبعا كله ايه؟ شوك، يعني عمل عملية ايه؟ تجريح للرأس كلها، سواء من فوق او سواء من الجناب. يعني الوش ده كان عبارة عن دم. لا، اللي اكتر من كده انهم يقولوا كده على التاج ده، يقول وكان يضربون على رأسه بإيه؟ بقصبة. العدد 19 بقصبة. بقصبة يعني عصاية، يعني خرزانة. يروحوا ضربين الإيه؟ التاج. التاج يعمل إيه؟ ينزل أكتر. يعني تجريح ما بعده تجريح، إهانة ما بعدها إهانة ليه. وكانوا يضربون على الرأس بقصبة ويبصقون عليه، ثم يسجدون له جالسين على ركبه، وبعد كده يسجدون. وده دلالة على الإيه؟ إن هو ملك. إن كان سجد له دلالة على ملك لأنه هم بيستهزئوا بيه، لكن في الحقيقة هو إيه؟ ملك. فاسجدهم ده سجود يعتبر تكريم برضو ايه ليه، مش ايه، مش اهانه.
وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه، شالوا الحاجات اللي حطوه عليه، ثم خرجوا به ليصلبوه، وابتدوا يتحركوا به، يتحركوا به لإيه؟ لطريق الإيه؟ طريق الألام. فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحق، وهو سمعان القيرواني من القيروان بليبيا، أبو ألكسندروس وروفيس، ليحمل صليبه. إيه ده؟ خدوا بالكم إن هو كان طالع في طريق الألام. اللي يروح القدس تعرفوا إن طريق الألام وهو ماشي فيه كان طريق مش ستريت، لكن طريق إيه؟ طالع بإيه؟ بمطلع. أنت نفسك لو راجل كبير لو طالع أي مطلع هتلاقي نفسك إيه؟ بتجر في نفسك، بتنهج. لكن هما عارفين إن هو هيتعب جدا وهو حامل الصليب بعد الضربات كلها وبعد الإيه؟ لبس الثوب التاج وبعد الدم اللي مغرقه، عارفين إن هو مش هيقدر يتحمل طلوع الإيه؟ طريق السلم ده. فراحوا جايين قالوا لا الراجل ده هيموت، هنعمل إيه؟ قالوا لك فسخروا الرجل المجتزى كان يأتيه من الحق وهو سمعان الإيه؟ القيرواني. يقصدوا بإيه بكلمة سمعان القيرواني؟ إن هو من مدينة اسمها القيروان، والمدينة دي موجودة بالفعل بس موجودة في الإيه؟ في ليبيا. يبقى أصبح إن هذا الرجل ما كانش فلسطيني ولا كان مصري، لكن كان ليبي. لكن يتقال بعد كده إن الرجل ده صار مسيحيا هو وابنه، أبناء اللي اسمهم إيه؟ ألكسندروس وروفيس، وبقوا مسيحيين فيما بعد. لكن جابوه قالوا له تعالى شيل الصليب اللي هو جايبه. هل دوت اللي هم عملوه كان من باب العطف على المسيح؟ لا، ما كانش من باب العطف على المسيح ابدا نهائي. ليه؟ لان دوت كده كده رايح للصلب وكده كده هيموت على الصليب، لكن هم كانوا بيعملوا مصلحه ايه؟ انفسهم. كانوا خايفين ان يموت وهو ماشي وكده يتحمل العسكر النتيجه بتاعت الايه؟ مسؤولية موته. فكانوا خايفين ان العسكر يتحملوا ده، لكن المفروض كان انهم هم ياخدوا بالهم ويخلوا اي حد يساعدوا في حمل الصليب، علشان كده ما كانش من باب العطف، علشان ما يكونش عليهم اي ايه؟ اي ادانة، اي ادانة. وبكده وهو بيتحرك للطريق، الالام. الطريق بالنسبة له كان صعب بالرغم ان هو مش شايل الصليب في جزء من رحلة الألام دي، لكن كل الجامعة كان ايه؟ كان شايف. هو خرج بره دار الولاية خلاص، يعني اكيد المرأة المنحنية كانت شايفة، اكيد الرجل الأعمى كان شايف، اكيد العازر اللي قومه من القبر كان ايه؟ شايف. اكيد كل الناس دي كانت شايفة بس مش قادرة ايه؟ تتكلم. ايه السبب؟ السلطة الكبيرة بتاعت مجلس الايه؟ السنهدرين اللي بتسكت كل الناس. هو كده يعني كده، ما تتكلمش، ما تقولش حاجة، هو احنا شايفين كده، انت مش شايف زينا، احنا شايفين الرؤية صح، فكر زي ما احنا بنفكر. ودي كانت الاساس بالنسبة لهم، علشان كده اتكملت الرحلة، رحلة الصليب. لكن يقول لي في عدد 22 وجاءوا به الى موضع ايه؟ جلجوسة.
الذي ايه الذي تفسيره موضع جمجمه. يبقى هو ما خدوه ومشي لغايه مكان معين اسمه جلجوسه، ومعنى كلمه جلجوسه يعني جمجمه، وده كان مكان موجود خارج الاسوار بتاعه اورشليم نفسها. وكان المكان دوت بيصلبوا فيه كل مجرم عمل جريمة معينة تستاهل الإعدام، كانوا بيصلبوه عليها، بيصلبوه فيها في المدينة في المكان دوت اللي اسمه جمجمة. وبعد ما بيخلصوا الدفن بياخدوا الجماجم كلها ويدفنوها في قلب المكان ده، عشان كده برضو اسمها جمجمة. وكمان بعض المفسرين سموا المكان دوت الايه الجلجثة. ليه؟ قال لك لان الجمجمة بتاعت ادم مدفونة في نفس الايه نفس المكان دوت. يبقى اصبح كل المجرمين اتدفنوا في نفس المكان. كمان ادم مش مجرم، لكن الجمجمة بتاعته صودف وإيه واتدفنت في نفس المكان ده. وبيقولوا كمان إن كنيسة القيامة هي المكان اللي إيه قائم على المدينة بتاعت الجلجثة. لكن يقول بعد كده إيه وأعطوه خمرا ممزوجة بإيه بمر فلم يشرب. ادوله ايه خمر. هو الخمر اللي هي يعني هو ده العاده عندهم انهم يعملوا الكلام ده. كان العاده عند اليهود انهم يدوا للي هيتصلب الخمر. ليه؟ علشان يحضر الالام اللي هو تعبها، لانه وهو طالع على الصليب لابد انه هو كمان يتجلد. مع الجلد لكل مجرم بيتحمل أتعاب كتير، لأن الجلد كان عملية صعبة جدا. ليه؟ لأنه عبارة عن صوت في كور من الحديد، فكانت بتنهش في اللحم وتقطع فيه وتقطع فيه، فعملية كانت صعبة. هيتحمل ده إزاي؟ يقول لك لا، يديله حبة خمرة علشان يعمل إيه يخدر الألام. لكن هما كانوا عايزين عذاب أكتر للمسيح، فعاوزينه يديله الخمر، بس خدوا الخمر يقولوا ومزجوه مع الإيه؟ مع المر. ليه؟ علشان هما عايزين أشد ألام ليه. هما بيعملوا كده مع كل الناس مع مر. قال لك لا، لأنه لما هيجي يدوق مش هيرضى إيه يشرب، لأنه هيعطشه أكتر، فالألام اللي هتجيله هتكون مبرحة أكتر وأكتر وأكتر، فيحس بألام الصليب بطريقة عالية. لكن بيتفنن اليهود إزاي إنه هو يكون خد كم كبير من الإيه من العذاب. لكن هم حاولوا يدول، لكن هو لم يهد لم يقبل. يقول الكتاب كده هو ما قبلش اصلا. يعني ليه؟ لانه هو جاي علشان الهدف ده، وعايز الجرعه بتاعه الالم هياخدها، يعني هياخدها كلها. ليه؟ من اجل ان يقول لكل العالم انا قبلت العذاب لاخره علشان انت ما تتعذبش، عشان انت ما تتعذبش. لكن يقول ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد. ولما صلبوه يعني ايه؟ يعني ايه يعني اقتسموا ثيابه مقترعين؟ يعني عملوا قرعة زي اللي احنا احيانا بنعملها، نعمل قرعة زي
الطنبولة اللي بتجيبها لنا سوزان ونقعد نقلب فيها، وناس تقول لي انت ما بتقلبش، وناس بتقول لي انت بتقلب. لا احنا بنرمي كده ونختار ورقه وخلاص، محدش عارف ايه اللي فيها. فدي قرعه، فهم القوا قرعه على ايه؟ على الثياب بتاعته. ودوت اشمعنى عملوا ده؟ خدوا بالكم ان الكتاب امين قوي ان هو يعرض ليا امر مهم، هو ان النبوات قد تمت بالايه؟ بالحرف. يعني داود تنبأ للمسيح وقال اقتصموا ايه؟ ثيابي بينهم وعلى لباسي ايه؟ يقترعون. ايه ده؟ طب الكلمات دي كتبها داود من الاف السنين، ايه اللي حصل؟ اتحققت بالايه؟ بالفعل. يعني ما كانتش صدفه. معنى ده ايه؟ ان لما حد يكتب عن حاجه قديمه لحاجه حديثه وتتمم في الوقت الحديث، يعني ان الكلام دوت مش كلام انساني، لكن ده كلام ايه؟ موحى به من الله. فاصبح ان الكتاب المقدس موحى به من الله. نثبت النقطه دي من خلال الايه؟ النبوات اللي هي تحققت بالفعل. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، ماذا ياخذ كل واحد؟ هم خدوا الهدوم، لان كل شخص مقدم على الصليب لابد ان هم يصلبوه عام، الا من اجزاء معينه حساسه هي ديت اللي كانت ايه؟ جدال. فكون انهم يقتسموا ثيابه يعني يقلعوا الثياب دي عمليه برضو صعبه، خدوا بالكم. ليه؟ لان من حبه كان مضروب بالايه؟ بالسياط، والجسم كله متقطع ولابس الثياب، فالدم نشف في الايه؟ في الثياب. لما يجي يشيلوها بيعملوا ايه تاني؟ بيجرحوه مره تانيه. فاصبح العمليه هنا عمليه ايه؟ صعبه جدا جدا جدا. لكن القديس مرقس قال لي وكانت الساعه الثالثه صلاه الساعه الثالثه، يعني ده التوقيت بتاعها الساعه كام؟ الساعه 9 الصبح. خدوا بالكم ان بيقول لي الكلام دوت كان في الساعه كام؟ الايه؟ الثالثه، يعني 9 الصبح. في حين ان يجي كده القديس يوحنا ويعرض الموضوع ويقول لي ان الكلام ده كان في الساعه الايه؟ السادسه. يبقى العمليه دي ايه؟ العمليه دي فيها حاجه كده غلط. يجي يقول لك بقى ايه؟ تعالى. يجي الناس المعترضين على الامر دوت يقول لك امسك الكلمات دي، هم انتوا بتقولوا اهو ده مختلف مع ده بيقول الساعه الثالثه والتاني بيقول الساعه الايه؟ ايه ده؟ يبقى في اختلاف. هل معقول الكتاب يبقى فيه اختلاف؟ هو مرقس قال ان حصل ده في الساعه الكام؟ الثالثه، وهو يقصد بيها النهايه بتاعتها، يعني نهايه الساعه الثالثه. لكن يوحنا قال ان الصلب حدث امتى؟ في الساعه الايه؟ السادسه. فهو يقصد البدايه بتاعتها، فنهايه كل ساعه تعتبر بدايه ايه؟ ساعه ثانيه. يعني مفيش اختلاف، والصلب فعلا خد فترة ايه؟ وقت. فبداية ساعة مع نهاية ساعة التوقيت ايه؟ واحد.
يقول وكان عنوان عزته مكتوبا ملك اليهود. يعني اللي مكتوب على العنوان العلة بتاعته. يعني ايه العلة بتاعته؟ يعني سبب الإدانة بتاعته. سبب الإدانة بتاعته ايه؟ هي سبب الإدانة ان هو قال ان هو ملك اليهود. هم كتبوا ان هو ملك اليهود ليه؟ كأنه وهو موجود على الصليب وكاتبين أين هو ملكك؟ إذا في يافطة فوق مكتوبة ملك اليهود هو ملك اليهود، يبقى كده كأنهم هما بيستهزأوا بيه. أنا استهزأت باللي موجود لأن الملك مستحيل إنه يعلق على خشبة. فالكلمة اللي كتبت من أجل الاستهزاء بيه، بيستهزأوا بيه. مش كده بس، يسوع وهو على الصليب كان في استهزاءات اكتر من كده. يقول وصلبوا معه للصليب واحد عن يمينه والاخر عن يساره. يقول فتم الكتاب القائل واحصي مع اسم. ايه ده؟ يعني جم راح حاطين لص من هنا ولص من هنا. ده عملوا كده ليه برضو؟ دي زيادة في الايه؟ في الاستهزاء. عارفين لما يكون في واحد بيقع والكل بيعمل ايه؟ بيضحك فيه، بيضحك عليه، ده بيضحك عليه وده بيضحك عليه وده بيضحك عليه، وكل واحد بيقول بكلمة والتاني يقول بكلمة، فالكل بيستهزأ باللي وقع. فهم مسكوا سلسلة من الاستهزاءات على السيد المسيح وهو قادم على الايه؟ على الصليب. طيب هم حطوا اللصوص برضو ليه؟ علشان يحطوا المسيح من ضمن الايه؟ اللصوص. حاشا أن يكون لصاً، لأنه هو العاطي لكل شيء، مش هو اللي ايه؟ مش هو اللي هياخد. والعجيب ده كمان ان الكتاب المقدس تنبأ بده، تنبأ بالكلام ده. فعلا الكتاب المقدس تنبأ بالكلام ده. يبقى اصبح ان كلماتي كلمات الكتاب كلمات حية مبنية على تنبؤات قديمة حصلت في الوقت بتاع مين؟ بتاع السيد المسيح. يبقى حصل كده استهزاء من اليهود. كتبوا ايه؟ كتبوا العلة بتاعته، كمان صلبوا معاه للصين، كمان يبقى كده يهود عملوا حاجتين. تعالوا بصوا الاستهزاء اللي بعد كده كمان اكتر، كان مع مين؟ وكان المجتازين، المجتازون يجدفون عليه، يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين. يعني حتى كمان الشعب اللي قاعد يتفرج ابتدوا هم كمان ايه؟ يستهزئوا. يا ناقض الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام، خلص نفسك وانزل عن الايه؟ عن الصليب. ايه ده؟ حتى كمان الناس العبرة، ما انا بقول لك اللي بيقع تكتر ايه؟ سكاكين. وفعلا هو ما سلمش حتى من الناس اللي هم بيمروا ويبصوا بيكتشفوا الامور ماشيه ازاي. هم كمان افتكروا الكلام اللي هو قال، استهزأوا بيسوع وقالوا له كده، مش انت قلت تقدر تنقض الهيكل وتعيد بناءه في 3 أيام؟ انت قلت الكلام ده، لو انت تقدر اعمل ده، اعمله، خلص نفسك من على الايه؟ الصليب. طبعا
هم ما كانوش عارفين ان هو ساعة لما كان بيتكلم على ده كان بيتكلم على ايه؟ على جسده هو، مش كان بيتكلم على أبنية وطوب وحجارة، ما كانش بيتكلم في الجزئية دي. دخل في سلسلة تاني من الاستهزاء. السيد المسيح استهزاء مين؟ وكذلك رؤساء الكهنة، وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة. يبقى اشترك رؤساء الكهنة والإيه؟ والكتبة مع بعض، وقالوا خلص آخرين وإما نفسه فما يقدر أن يخلصه. خلص الناس كلها، وفعلا عمل ده، خلص ناس كتير. الحقيقة بتقول كده، خلص الأعرج من عرجه، خلص الأعمى من عماه، خلص المرضى وشفاهم. الحقيقة بتقول كده، دي الحقيقة، هو خلص كثيرين. وعاوزين نقول لغاية دلوقتي أنه هو لسه ما زال لغاية دلوقتي بيعمل إيه؟ بيخلص برضو كثيرين، بيخلص ناس كتير لغاية دلوقتي. لينزل الآب المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. مشكلة الكهنة ورؤساء الكهنة ورؤساء الكهنة مشكلتهم إيه؟ إنهم هم مش فاهمين الناموس كويس. هم متخيلين إن المسيح اللي هيجي هيكون ملك عليهم، مش هيتصلب على صليب. طب فين النبوات القديمة اللي كانت بتتكلم على الأحداث دي كلها وتمت قدام عينيهم؟ هم فين من ده كله؟ ما كانوش حافظين الناموس؟ مش حافظين الآيات؟ حافظين الآيات وعارفينها، بس هم يهمهم حاجة واحدة بس، المكان بتاعهم، المكان بتاعهم، مكانهم الأساسي. هم عايزين ده المكان. أنا عايز الكرسي ده، عايز المكانة دي، عايز الناس تبصلي بالمنظر الرائع جدا، ما تبصش لحد تاني. فكان يهمهم ده، فوقفوا الدنيا وقالوا لا، ده مستحيل ان يكون دوت هو المسيح الآتي. هو مين المسيح الآتي؟ ما المسيح الآتي هو اللي اتكلمت عنه الايه؟ النبوات القديمة. لكن هم قالوا لينزل عن الصليب، ينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى وإيه؟ ونؤمن. واللذان صلب معه كان يعيران، حتى اللي اتصلبوا معاه كانوا بيعيرون. لكن في إنجيل آخر فيهم واحد لما شاف الأمور بتتم بالسلسلة اللي هو عارفها وسمعها وهو صغير في الهيكل لما كانوا بيتقال نبوات كتير، لا، اللي حصل قال لي اذكرني يا إيه؟ متى جئت في ملكوتك؟ قال كده ليه؟ لأنه اكتشف الترتيبات. لكن تعالوا بص على كلمات يسوع الأخيرة، ولما كانت الساعة السادسة كان الظلم على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. يعني التوقيت من 9 صباحا للظهر كان إيه؟ ظلمة تماما. في واحد يجي يقول لي إيه؟ مش يمكن دوت يكون كسوف الشمس ده؟ ممكن، بس خدوا بالكم إن يقول لي كان الظلمة على الإيه؟ الأرض إيه؟ كلها. أصل الكسوف هو بيبقى على الأرض كلها؟ لا، الكسوف بيبقى في جزء من الأرض وجزء تاني لا. لكن ده مستحيل إن يكون دوت إيه؟ كسوف. ليه؟ لأن العلماء بتوع الفلك جم قالوا إن ده صعب يكون كسوف الشمس، صعب جدا، لأن الظاهرة اللي حصلت دي ما حصلتش قبل كده،
والظاهرة دي لابد أنها تكون إلهية بدرجة كبيرة جدا. يعني إيه الكلام دوت؟ قال لك لأني كون أن يتصلب المسيح على الصليب وفي التوقيت ده تصدم الدنيا كلها، يعني في حد كبير جدا المسؤول عن العمل ده، انه هو بيعرف الناس كلها ان حصلت ظلمه بموت الايه المسيح، لانه لما هيجي يقوم هيقوم بايه؟ بنور غير عادي. وجم المفسرين قالوا ان الضلمه دي رمز للضلمه بتاعه اليهود نفسها. يعني ايه؟ قال دي الشعب دوت شعب مليان بالظلمه، وهتيجي عليه ايام هيكون ضلمه بالنسبه له. وده الحقيقي اللي حصل في سنه 70 ميلاديه لما جه تيتوس الروماني ودخل على الهيكل ودخل على الشعب اليهودي كله ودمر الدنيا دي كلها، ما بقاش فيه شعب يهودي. ودي حقيقه. لكن يقولوا في الساعه الايه التاسعه صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: الوي الوي لما شبقتني؟ الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني. صرخ بصوت عظيم، إلوي إلوي لماذا شبقتني؟ يعني إلهي إلهي لماذا؟ فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا وذا ينادي إلي. وذا ينادي إلي، لأن إلوي إلوي قريبة من إيه؟ من إلي. ظنوا أن هو بينادي على إلي. ليه؟ لأن الكلمتين قريبين من بعض، وهم ما كانوش فاهمين يعني إيه. طب وبعدين؟ فجه واحد من الجنود يقول كده: فرقد واحد وأملأ أسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا: اتركوا لنرى هل يأتي إلي لينزلوا. يعني واحد من الجنود جه وجاب ايه؟ قصبة فيها أسفنجة مليانة بالخل. لما جه وبلها وبيديله يشرب منها ويقول لهم كده: سيبوه وورينا هيعمل ايه، فين إليه اللي هيجي ينزله. العسكري دوت كان قاسي القلب جدا. ليه؟ بدل ما يديله مية يشرب بيديله ايه؟ عشان تزيده عطش. وبكده برضو يبقى اتحققت النبوة بتاع داود اللي قال: في عطشي سقوني خلا. ايه ده؟ خدتوا بالكم من الإصحاح ده بالذات مليان نبوات كتير قد ايه تمت بالايه بالفعل. يقول: فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. أي حد بيتصلب بعد العذابات دي كلها صعب جدا يصرخ بصوت عالي جدا، صعب، لأنه مش هيكون عنده قوة حتى ياخد نفسه.
فكون ان المسيح هو اللي بيصرخ بصوت كبير ده يدل على ان هو تمم العمل الذي جاء من اجله، وهذه الصرخه هي صرخه انتصار، صرخه انتصار، لانه هو تمم المراد عمله. وكون انه يصرخ بقوه كبيره ده يبين ليا قوته الروحيه الايه الكبيره العاليه جدا. ومات يسوع، لكن في نتائج فوريه حصلت بعد موت المسيح. ايه النتائج دي؟ تعالوا نشوفوا. اول حاجه، وانشق حجاب الهيكل الى اثنين، من فوق الى اسفل، من فوق الى تحت. يعني انشقاق الهيكل، الحجاب بتاع الهيكل الى اثنين من فوق لتحت، بيقول لي حاجه مهمه قوي. بيقول لي ان الانسان بقى ليه حريه ان يدخل لمحضر ربنا، اتفتح له المكان يقدر يدخل. ليه الحريه ان يقف قدام عرش النعمه ويتكلم معاه؟ قبل كده كان محدش يقدر يدخل غير رئيس الكهنه فقط، مره واحده كل ايه كل سنه. لكن دلوقتي الامور اختلفت. ليه؟ لان عمل المسيح اللي عمل على الصليب هو اللي وصلني لده، ان انا اتفتح على مين؟ على ربنا. ويقول ولما راى قائد المئة، دي نمره اثنين. يبقى النتائج الفوريه بعد موت المسيح، اول حاجه ايه؟ انشقاق الهيكل. تاني حاجه، ولما راى قائد المئة الواقف مقابله انه صرخ هكذا واسلم الروح، قال حقا كان هذا الانسان ابن. اعتراف صريح جدا من قائد المئة. قائد المئة ده ليس ايه؟ ليس يهودي، لكنه ايه؟ امم، يعني من الامم، يعني بيعبد قيصر وبيعبد اصنام. لكن الرجل دوت كان من كتر قعدته في قلب اورشليم عرف ايه التفاصيل اللي كانوا بيتكلموا فيها عن السيد المسيح، وعرف الاحداث، وعرف نبوات كتير، عرف حاجات كتير قوي. لكن كان بيفكر كويس وبيعرف يربط الاحداث ببعض، راجل مفكر. واللي بيسيب نفسه انه يفكر ويربط الاحداث كلها ببعض، ذهنه ده بيحصل فيه انفتاح، وقلبه كمان بينفتح معاه. كل شخص اممي، يعني خارج الدايره كلها بتاعه اليهوديه، لما كان بيستسلم للتفكير وللايضاح بتوضح له الدنيا، وربنا بيبتدي يكشف ليه نور غير عادي. عشان كده كتير من اللي هم بعيد عن الدايرة بتاعتنا، لما بيكون عندهم تساؤلات ويبتدوا يسألوا ويبتدوا يفكروا، التفكير دي مرحلة للتنفيذ انهم يوصلوا للمسيح. التفكير، مجرد التفكير هيوصلوا، يعني هيوصلوا. وكتير من اللي فكروا قدروا ايه؟ يوصلوا للمسيح بطريقة سهلة جدا. الرجل دوت قلبه اتفتح، وده يعتبر رمز لكل شخص يعترف بالايه؟ بالمسيح في كل جيل جاي كمان بعد كده. إذا أصبح في حد دخل في الزمرة بتاعة اتباع السيد المسيح من خارج الإيه؟ اليهودية، لما شاف نتيجة قدام إيه؟ هنين.
قدام عينيه. وكانت ايضا نساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية، واحنا عارفين مريم المجدلية كويس التي كانت بها، ومريم ام يعقوب الصغير، ويوسي وسالومة. ودول المريمات اللي كانوا بيتبعوا المسيح في كل مكان. يقول اللواتي ايضا تبعناه وخدمناه حين كان في الجليل، واخرى كثيرات اللواتي صعدنا معه الى اورشليم. لو خدتوا بالكم هنا حاجه محزنه جدا، ان السيدات بس فقط هم اللي اتبعوا المسيح حيث صلب المسيح حتى الى الايه، حتى الى القبر، ما عدا مين؟ يوحنا الوحيد اللي كان موجود. خدتوا بالكم كده؟ حاجه محزنه، حاجه محزنه. لكن تعالوا نتكلم على لحظه الدفن. قولوا لما كان المساء إذ كان الاستعداد، أي ما قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرامة، مشير شريف، وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله، فتجاسر يعني تشجع، ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فتعجب بيلاطس انه مات كذا سريعا، فدعا قائد الماء وسال هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من قائد الماء وهب الجسد لمين؟ ليوسف. جه واحد اسمه يوسف الرامي، وهو من بلد اسمها الرامة، اسمها الرامة. ويوسف الرامي دوت كان عضو من أعضاء مجلس السنهدرين، ويتقال إنه هو امتنع عن إنه يصوت من ضمن اللي كانوا موجودين إنه هو المسيح يتصلب، يعني كان رافض موضوع الصلب بتاع المسيح. ليه؟ لأنه هو كان معجب بيه، وتقريبا كان بيحبه قوي. ويتقال برضو أنه هو كان تلميذ من ضمن التلاميذ اللي ما كانش بيتعلن عن أسمائهم، يعني تلميذ خفي. إيه الأسباب؟ ممكن يكون قد خايف على مركزه، خايف على سمعته. المهم أنه هو يتقال عنه أنه هو كان تلميذا خفيا. اللي بيأيد ده ايه؟ اللي بيأيد ده ايه؟ ان هو تشجع وطلب الجسد بتاع السيد المسيح، في حين ان التلاميذ نفسهم خافوا من ده وما كانوش هيعملوا ده بقى، طبيعي كده كده. لكن هو الوحيد اللي جه وطلب من بيلاطس جسده. والتوقيت دوت كان مناسب جدا 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 ليه. ليه؟ لانه ما يقدرش بطرس ولا يوحنا ولا اي تلميذ من التلاميذ ولا السيدات انهم يطلبوا طلب زي دوت لو كانوا كلهم موجودين، لانهم ما عندهمش فلوس يقدروا يجيبوا ايه؟ قبر يدفنوا فيه السيد المسيح. لكن يوسف كان يقدر. ليه؟ لأنه كان غني جدا، هو الوحيد اللي يقدر يعمل ده. وده يقول لي إيه؟ لو أنا مش قادر أخدم بأي طريقة ما، لكن أنا غني معايا فلوس، طب إيه المانع أنك تخدم بمالك؟ المانع أنك تخدم بمالك؟ وفي كتير قوي خدموا بإيه؟ بالفلوس بتاعتهم. ربنا اداهم فلوس كتير، طب الفلوس ديت اعمل بيها ايه؟ اخدم بيها،
أنا مش هخلصها كلها لغاية ما أموت، لكن على الأقل أعمل بيها إيه؟ أخدم بيها للناس، بس الناس اللي هي إيه؟ تستحق. مش كل واحد يقول لك اديني تديله، لازم تبحث وتدور وتعرف هل ده محتاج ولا مش محتاج. مش أي كلام يعني. في ناس كتير بتيجي تدخل الكنائس دلوقتي وتقعد تطلب من الناس. في مش كل شخص تعمل معاه كده تديله، لا. طالما حد حاضر في الاجتماع، حاضر في الاجتماع يبقى تديله ليه؟ حد جاي من بره برضه انت ما تعرفش تديله ليه؟ ما الكنيسة أولى بيها، وهي اللي تدي، هي اللي تدي. عشان كده الراجل اللي اسمه يوسف الرامي ده تصرف تصرف رائع جدا جدا جدا. فاخدم بالطريقة اللي تقدر تعملها. لكن يقول فاشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان. وخدوا بالكم ان الكفن بالكتان، الكتان دوت كان نوع من الايه؟ الحاجات الغالية جدا. ليه؟ لان الكتان ده ابيض نقي جدا، فهو خد دور على احسن حاجة وجابها يكفنه بيه، ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرق حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسف تنظران أين وضع، أين وضع. فهنا يقول كده اشترى الكتان ونزله، وهو اللي كفنه وحطه في قلب الإيه؟ القبر. والقبر ده كان منحوت في إيه؟ في صخرة. خدوا بالكم إنه كمان ما كانش كل القبور منحوتة في إيه، لكن ده القبر الإيه؟ المميز. ده القبر المميز، لأن يسوع على الأرض كان مميز. مميز في إيه؟ في كل شيء، في كل شيء مميز، في كل شيء. لكن لما تعمل معايا معروف مش هنسلك المعروف. عمل مع مريم المجدلية معروف، ما نسيتش ليه المعروف أبدا، فضلت معاه لآخر إيه؟ لآخر لحظة. بس خدوا بالكم في جنود خفية في الموضوع، في جنود خفية. مين الجنود الخفية التي لم تذكر؟ الست الإيه؟ الست العذراء. محدش يتكلم عنها هنا، لكن ده بالطبيعي، بالطبيعي كان ايه؟ كانت موجودة. يبقى نقطة واحدة، يأتي المعترضون. انا احب احط حتة المعترضون دي ليه؟ اللي بيناقش علشان يهدوا الكيان بتاع الكنيسة. يأتي بقى المعترضون يقول لك يا بص هنا، مرقس ما ذكرش الايه؟ مريم. ليه؟ مع ان الاماكن التانية بتذكر الايه؟ القصة. ليه؟ لانه هو كان عارف انه امه دي كانت عارفة انه مش هو المعلق على الصليب، ده واحد تاني غيره، واحد تاني غيره شبه لهم. عشان كده هي عارفة ابنها كويس، خدت بعضها وإيه؟ ومشيت. لكن الحقيقة بتقول غير كده، إن الأناجيل أجمعوا إن مريم كانت موجودة ساعة الإيه؟ الصلاة. لكن كان مرقس بيتكلم من منظور معين، فكل إنجيل بيتكلم من منظور مختلف عن الآخر عشان يدي لك فكرة معينة. لكل ناس بيتكلم معاهم، بيرسل لهم الإنجيل بتاعه. صعب جدا إن شخص جاي يعمل عمل فداء على الأرض ونقول إن دوت شبه إيه؟ لهم. شبه لهم إزاي يعني؟ خد منظره إزاي؟
يبقى ربنا ظالم، يبقى ربنا ظالم لو حط واحد شبه المسيح واتصلب على الصليب وأنقذ المسيح، يبقى ربنا ظالم. أمال فين العمل الفدائي اللي المفروض يتم؟ فين؟ لو هو عمل كده يبقى صعب جدا إن الله يحط شبه حد على حد تاني وينقذ واحد تاني، يبقى ربنا مخادع. ده تلقائيا كده، فصعب جدا إن يكون في حد خد شبه المسيح واتصلب مكانه. لكن اللي صلب مات على الصليب وتنفذ فيه كل النبوات بتاعت العهد الايه؟ القديم. كون ان في نبوات اتنفذت بالحرف وهو على الصليب، من اقتراع ثيابه، من شرب الخل وحاجات كتير والقرعة، ده تقول ايه؟ تقول ان اللي مات على الصليب دوت هو شخص الايه؟ المسيح الذي تنبأت عنه كل النبوات في العهد الايه؟ القديم.